انتشرت هذه الصور على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. هذه الصور نشرتها حسابات سعودية رسمية توثق هذه المرة جبال مكة، وقد غطت برداء عشبي أخضر في مشهد بديع ومبهر وظاهرة نادرة في هذه المنطقة القاحلة. ها هي جبال مكة تكتسي باللون الأخضر. إمارة مكة المكرمة نشرت عبر حسابها الرسمي والموثق بتويتر مقطع فيديو أظهر الجبال والسهول في مكة المكرمة، وقد اكتسى معظمها بلون أخضر من العشب والنبات الذي نما فيها. وعلقت الإمارة التي تقع الجبال فيها على هذا المشهد بالقول: جبال مكة تكتسي بالخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً. الصور والمقاطع قوبلت بتفاعل واسع من قبل السعوديين والعرب وغيرهم الذين أشادوا بجمال المشهد وروعة وقدرة الخالق العظيم. وثمت من ربط ما يحدث في جبال مكة بنبوءة النبي عن يوم القيامة، وذهب آخرون في تعليقاتهم على مشاهد اكتساء جبال مكة بالبساط العشبي الأخضر إلى ربط هذه الظاهرة بأحاديث نبوية ونبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم لأرض العرب، حيث ذكر هؤلاء بحديث النبي الكريم الذي ورد في صحيح مسلم ويتحدث عن أن الساعة لا تقوم حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، والمروج هي الجنات والبساتين الخضراء، وذلك في إشارة منهم إلى أن هذا المشهد ربما يكون علامة على اقتراب القيامة حسب قولهم. وكانت المملكة العربية السعودية قد شهدت خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة بكميات ضخمة تحولت إلى سيول جارفة وأضرت بالأرواح والممتلكات في بعض الأماكن. جدير بالذكر أنه في أوقات سابقة شهدت المملكة العربية السعودية ظاهرة نادرة أيضا في صحراء الربع الخالي، ووقتها وثق السعوديون عبر مقاطع فيديو نشروها على مواقع التواصل جريان السيول بشكل كبير في صحراء الربع الخالي في ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة. وتحولت الصحراء الجرداء القاحلة وقتها لواحة في مشهد غير معتاد بعد خروج المياه بكميات كبيرة من باطن الأرض. وعبر العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في هذا التوقيت عن اندهاشهم من هذا الأمر، متسائلين عن سبب هذا التغير الكبير وتحول الربع الخالي لواحة خضراء وتكون بحيرات به في مشهد غير مسبوق. السعودية إذن على غير العادة تكتسي هذه الجبال في مكة المكرمة وبعض المناطق الأخرى في المدينة المنورة ببساط أخضر. وفي وقت سابق تسببت الأمطار الغزيرة في غرق مناطق عدة بمدن سعودية منها مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة جدة، وأظهرت مشاهد مصورة غرق شوارع وأحياء وتدفق السيول فيها، بينما أعلنت الجهات المعنية هناك عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للتحذير من الأمطار الغزيرة. وقد دعي الناس هناك إلى التقيد بالتعليمات الإجرائية، وتم التحذير من الخروج خلال الأمطار إلا للضرورة، وذلك لتفادي وقوع الحوادث والإصابات. Thank you.
you